السلام عليكم خاوتي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم كريمو تك، معكم كريمو في فيديو جديد. قبل ما نبدا هذا الفيديو برك هاي ليكم لاباج نتاعنا خاوتي، تلقاو فيها يومين غير الجديد، غادي نخلي لكم الرابط نتاعها اسفل الفيديو في الديسكريبشن. وصلوها لنا خاوتي ل 5000 جام، على بالي تقدروا لها كيما قلنا اللي تلقاوه اسفل الفيديو في الديسكريبشن. واذا ما كنتش مشترك في القناه اشترك، ما تخسر والو، وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد نتاعنا، ودير لنا جيم للفيديو باش تحفزنا ونبارطاجيو لكم غير الجديد ان شاء الله. وغادي نشكركم بزاف خاوتي على التفاعل نتاعكم في الفيديوهات الاخيره، وخاصه هذا الفيديو شكرا بزاف خاوتي، ونتمنى يكون التفاعل منا وجاي اكثر من هكذا. في الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نشوفوا الاسعار الجديده لهواتف شاومي في الجزائر او في السوق الجزائريه بعد التخفيضات اللي صارت على الاسعار. نبداو على بركه الله. اول هاتف معنا عندنا الريدمي GO، يجينا بسعر 17900 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا الريدمي نوت 8، يجينا بسعر 39900 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا الريدمي A7، يجينا بسعر 22500 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا الريدمي 8A، يجينا بسعر 28900 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا الريدمي 8، يجينا بسعر 32900 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا الريدمي نوت 8 برو، يجينا بسعر 51500 دينار جزائري. الهاتف اللي توالو عندنا شياومي مي 9T، وهذا افضل هاتف في الفئه المتوسطه، يجينا بسعر 67900 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده الريدمي نوت 9S، يجينا بسعر 58000 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده الريدمي نوت 9، يجينا بسعر 47000 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا الريدمي نوت 9 برو، يجينا بسعر 64000 دينار جزائري. الهاتف اللي توالو عندنا الريدمي K30، يجينا بسعر 78000 دينار جزائري. والهاتف الاخر عندنا شياومي المي نوت 10، يجينا بسعر. هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى خاوتي الفيديو يعجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجه قليله. ما تنساوش جامل الفيديو وتخليو اسفل الفيديو واش عجبكم في هذا الفيديو واش ما عجبكمش، وغادي نطوروا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.